بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا كريم. أيوه، فاليوم يوم الحساب، كليانتي ناكروا كما انكرت وجود الله ولا وحدانية الله. ها وش يقول؟ فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا لا واحد ينفع لكم، انتم الناس مضر فيكم وتصل الى امثالكم، مضر ما تنزل الا عليكم انتم، انتم دائما تقولوا احنا في غاية الصواب واحنا في غاية الاخلاق العالية، ما عندكم حتى اخلاق، اخلاقكم شيطانية وانتم لا تعلمون، لانه يسلبكم ذواتكم فاصبحتم لا تعون شيء من ما يصدر عنكم او تبطنونه تخليه في باطنكم حتى لا تكشف حقيقتكم. نعود ان شاء الله تعالى.